عزيزي المشاهد، الإبداع لدى المبدع هو ذلك الابتكار وهو التجديد، والابتكار دائما والتجديد هي سمة من سمات المبدعين. إن المجددين هم الذين يهيئون للتراث أسباب الاستمرار والحيوية، لا أولئك الذين يحنطون بالتكرار والتقليد فيحكمون عليه بالعقم. عزيزي المشاهد، نرحب بك ونرحب بضيفتنا الدكتورة ملك أبيض، أستاذة التربية بجامعة دمشق سابقا وأستاذة التربية بجامعة صنعاء حاليا. أهلا وسهلا دكتورة. دكتورة، كما هو معروف بأنك متخصصة بالتربية كما قدمنا، نود أن نتوقف عند مفهوم التربية. أنا أنظر إلى التربية على أنها عملية تغيير، تغيير يتناول الفرد وبالتالي يتناول المجتمع. حين نتوجه إلى الفرد نريد أن نكون عنده مهارات، نكون عنده قيم، نكون عنده مجموعة من المعارف، ولكن في النتيجة نريد أن نجري تغييرا في شخصيته بحيث تصبح هذه الشخصية قادرة على الاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه وعلى تطوير هذا المجتمع. من هنا يأتي أثر التربية في المجتمع أيضا، فحين نسعى إلى تغيير الأفراد في اتجاهات معينة وفق أهداف معينة، نحن في الوقت نفسه نعمل على تغيير المجتمع. مفهوم التغيير هذا هو الذي جعلني أركز في عملي التربوي على ناحيتين. الناحية الأولى هي إحياء التراث التربوي العربي الإسلامي، وهو تراثنا وقوام شخصيتنا، وبنفس الوقت جعلني أهتم من ناحية أخرى بتطوير هذا التراث بالتجديد في أشكال الدراسات التربوية. فمثلا عندي دراسة عن التربية والثقافة العربية في بلاد الشام في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، لأرى ما هي الدعائم الأساسية التي قامت عليها هذه التربية ثم تطورت، وما الذي كان وراء ازدهارها، هذا الازدهار الكبير، ثم ما الذي أدى إلى تراجعها في الفترات اللاحقة. عملت أيضا دراسات حول تاريخ التربية عند العرب، تاريخ علم النفس عند العرب إلى آخره من هذا المنطلق، وهو أن عملية التغيير يجب أن تنطلق من التراث ذاته، من الشخصية التي نعمل على تغييرها بعض الشيء لتكتسب الصفات المطلوبة للحياة المعاصرة. من ناحية تانية بذلت جهود في مجالات علمية تربوية أخرى، مثلا علم الاجتماع التربوي، تربية المقارنة، فأردت أن أخذ من التربية الحديثة العناصر الهامة والتي تحتاج إليها مجتمعاتنا ونطعن بها تربيتنا. وهكذا إذن صرت في خطين متوازيين، الخط الأول هو إحياء التراث، الخط الثاني تطعيمه، غناءه، تطويره بما أستطيع من دراسات معاصرة. وآخر دراسة اللي كانت حول تربية الطفولة المبكرة، وأعتقد بأنه البدء مع الطفولة ضروري جدا لإحداث هذا التغيير المطلوب. أي سحر مجنح خفاق غمر النفس بالهوى الدفاق، أي سحر يصب في السمع حتى صارت الأذن ملتقى العشاق، أي سحر هذا وأي بيان صرع مهجتي بكأس دهاق، تعشق الأذن كل لحن جميل يتهادى في رقة ووفاق، كل لحن منغم يستبيني كل صوت مغرد ترياقي، أيها الصوت في رنينك حدث عن هيامي وعن عظيم اشتياقي، هامت الأذن بالترانيم حتى زلزلتني بسحرها الخفاق، كل يوم والروح في مهرجان بتباري الهوى مع الأشواق،
عشقت لحنك المرفل أذني، فغدت في تلألؤ واعتلاقي، هو لحن مسامر لحياتي، سحره نافذ إلى أعماقي، بت دهرا أصارع الشوق حتى صرع الشوق مهجتي بالعناق، فأتيت الحمى لأروي غليلي من سواقي زلالك الرقراق، ومغان بها الطبيعة سكرى تتغنى بقدرة الخلاق، يتبدى الفنون في كل شبر من ثراها، والحسن للمشتاق تحجل الحور في دلال وتيه وشباب وصحة وانطلاق، صرن وحي وملهمات قصيدي بجمال الوجوه والأحداق، ومغاني الطبيعة البكر أضحت كاصطباحي بخمرتي واقتباقي، موكب الغيد والطبيعة وحي لخيالي وأغنيات الرقاق. عزيزي المشاهد، أرحب بك وأرحب بضيفي الأستاذ الناقد الأديب الشاعر فاضل خلف. الأستاذ فاضل خلف له العديد من المساهمات الأدبية، وهو أحد رواد الأدب في الكويت والخليج، له العديد من المؤلفات. أما في الشعر فله ديوان 25 فبراير ديوان وطني، وديوان كاظمة وأخواتها ديوان شعر. أهلا وسهلا فيك الأستاذ فاضل، ونحن سعداء بهذا اللقاء. بارك الله وأنا سعد. شكرا. نتوقف عند كان وأخواتي. نعم، هذا الديوان ماذا تقول؟ كاظمة وأخواتها. كاظمة وأخواتها، وهو على وزن كان وأخواتها. أخواتها، وقالت لي مرة لما عملت معي مقابلة غنيمة، كانت الناس يقولون إن وأخواتها، كان وأخواتها، فأنت تقول كاظمة. كاظمة، نعم، تفضلي. ما المقصود بكاظمة وأخواتها؟ هذه هي المجموعة الثالثة، مثل ما تفضلتي قبل شوي. المجموعة الأولى على ضفاف مجردة، والمجموعة الثانية 25 فبراير، وهذه هي المجموعة الثالثة كاظمة وأخواتها. هذه بعد ما رجعت من تونس نظمت هذه المقطوعات، أو هذه مختارات من المقطوعات، وعلى رأسها قصيدة اسمها كاظمة. لما عبد الوهاب عزام بالكويت رحمة الله عليه في سنة 53 أنا قابلته في مكتب الأستاذ عبد العزيز حسين لما كان مدير المعارف، فهو قال بيتين: بكاظمة طوفت في ميئة الضحى، وقلبي إلى الماضين جم التشوق، أكاد أرى في رملها قبر غالب، أبو الفرزدق، غالب بن صعصع. أكاد أرى في رملها قبر غالب، وأسمع في الآفاق شعر الفرزدقي. فبعد مدة، بعد مدة لما رجعت من تونس طبعا نظمت هذه القصيدة، ثم لما أتيت لجمع هذه القصائد شفت يعني منها كاظمة مربع من مرابع الكويت، وكان هذا المربع له دوي هائل في الأدب العربي. نعم. كثير من الشعراء، نعم، البوصيري وغير البوصيري وكذا، تغنوا بكاظمة، فنظمت هذه القصيدة. ولما أتيت لجمع هذه القصائد خليت كاظمة وأخواتها، يعني القصائد أخوات كاظمة. نعم. هذا الموضوع. نعم. كيف رأيت تأثير التربية على الفرد ومن ثم المجتمع؟ يعني التربية في وطننا العربي ما تزال تتعثر. أولا عملية إحياء التراث تسير ببطء، لأننا نريد بالبداية أن نعتمد على ما نقصد به بالتراث، ثانيا على ما نعطيه من هذا التراث، وعلى طريقة نقدنا له ومعرفة الجوانب التي يمكن أن تعرقل حركة تقدمنا الحالية. يعني لا ننسى بأن بعد ازدهار التربية العربية الإسلامية جاءت عصور انحطاط، وفي هذه العصور يمكن أن يكون دخل إليها بعض الجوانب السلبية. إذن لم نتفق على ما هي الجوانب الإيجابية، يمكن اتفقنا على الإيجابية ولكننا لم نتفق على السلبية. لذلك عندما شاركت بكتاب التربية العربية الإسلامية الذي ساهمت فيه مؤسسات ثلاثة كبيرة في الوطن العربي، هي
منظمة التربية والثقافة والعلوم، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومؤسسة آل البيت للتراث في عمان، ومكتب التربية العربي لدول الخليج. هذا الكتاب شعرت بأنه هو يرسي لبنة في تحديد تماما منطلقاتنا في إحياء التراث التربوي. تبقى هناك إذن عملية طويلة يجب أن نتابعها باستمرار حتى نستطيع عند ذلك أن نضع أهداف مناسبة للتربية في الوطن العربي. ألا تلاحظ الدكتورة بأن هناك عدم اهتمام، أو لنقل ليس هناك اهتمام كافي بعلم التربية لدى الكتاب في عالمنا العربي؟ يعني الحقيقة كتابنا في الوطن العربي اهتموا بالجانب العملي، ما الذي يحتاجونه للتدريس؟ يعني أنا أنقذ نفسي قبل الآخرين، ما الذي نحتاجه في مجال التدريس فركزنا اهتمامنا عليه في بحوثنا ودراستنا؟ المفروض أن نجري بحوث في جميع جوانب التربية، لأنه أي إصلاح أو تعديل في المناهج، في الوسائل، في الأهداف، في الطرائق، يجب أن يستند إلى البحوث. ينقصنا الدعم المالي، وينقصنا من ناحية ثانية المبادرة الشخصية. يلاحظ أن في الغرب مسألة التربية تخضع إلى الكثير من الدراسات ومن الاهتمام، سواء من المؤسسات الخاصة والحكومات والأفراد والكتاب. هل استفاد علماء التربية في عالمنا العربي من هذه الدراسات الغربية ومن هذه الترجمات وهذا التوجه؟ أقول لك، يعني أنت مصيبة جدا في كلامك بأن التربية تحظى باهتمام كبير، والاهتمام الكبير يبدأ من اهتمام الأهل. في يوم من الأيام قرأت عن نقاش حدث بين في مؤسسة دولية، هي مؤسسة البنك الدولي، فالموظفون اجتمعوا لمناقشة عدد كبير من المساعدات والمنح كانت مطلوبة للدول المختلفة، فأمضوا وقتا زهيدا في إقرار هذه المساعدات، ثم الوقت الأكبر أمضوه في مناقشة ما نوع التربية التي يريدها هؤلاء الموظفون لأبنائهم. هذه شغلت وقتهم الكبير، بينما المساعدات التي تقدم للدول النامية شغلت وقتا قصيرا جدا من اجتماعاتهم. إذن الأهل هناك على وعي كبير بأمور التربية، كل واحد منهم يتابع ابنه ويعرف ما الذي يحتاج إليه في ميدان الفنون، ما الذي يحتاج إليه في ميدان العلوم، ما الذي يحتاج إليه في ميدان الأخلاق، في ميدان إلى آخره. نحن الوعي التربوي ما يزال ضعيفا عند الأهل، لأنه نحن نترك مرحلة الأمية والجهل، ولكننا لم نصل بعد إلى مرحلة الوعي، فبين الأمية وبين الوعي هناك مسافة طويلة علينا أن نجتازها. أبو محمد، نتوقف عند على ضفاف مجردة، وأعتقد مجردة هو أحد الأنهار في تونس، وهذا الديوان كتب عندما كنت تعمل ملحقا ثقافيا في سفارة الكويت بتونس. نتوقف عند نهر مجردة وتعطينا فكرة عنه. نهر مجردة أكبر أنهار تونس، ينبع من جبال الجزائر ثم يخترق الأراضي التونسية في حوالي 500 كيلومتر إلى أن يصب في البحر المتوسط بالقرب من قلعة الأندلس. وهذا النهر أو أراضي المحيطة بمجردة، الكويت ساهمت في إحيائها، لذلك هناك اسمه إحياء أراضي نهر مجردة، والكويت طبعا لها مساهمات. نعم. لذلك ما يعني ما ينسون هذا، دائما كانوا يقولون لي بارك الله فيكم، يعني أنتوا ساهمتوا في إحياء هذه الأراضي. نعم. الزراعية. نعم. أستاذ فضل، على امتداد هذه الفترة وهذا التاريخ في مساهماتك الأدبية، نتوقف عند حركة النقد. هل تعتقد أن هناك حركة نقدية مواكبة للإبداع الفكري؟ الحركة النقدية الحقيقة موجودة، يعني مثل ما تقولي من مطلع القرن هذا ومستمرة، ولكن تصاب أحيانا
بفترات جمود أو تهجأ شوية، ولكن مثل ما تعرفي نقادنا ملأوا الدنيا وشغلوا الناس. مثلا مارون عبود وميخائيل نعيمة وزكي مبارك والرافعي وطه حسين والعقاد، نعم، وعبد الرحمن شكري في العالم العربي، يعني هؤلاء، ثم آخر محمد مندور، وآخر العنقود منه أنور المعداوي. هؤلاء كلهم لهم كتب ولهم دراسات ولهم وعملوا رجة. النقد طبعا يتطور مع الأدب، مع كل شيء في الحياة، الحياة كلها متطورة بما فيها الأدب والنقد. اليوم النقد لو احنا تصفحنا كتب النقاد نشوف النقد قفزة كبيرة حتى في المصطلحات. فأخذنا نسمع كلمة الفانتاستيك اللي هو يعني مزج القصة بالشعر أو القصيدة، نعم، القصة بالشعر مثلا، فنسمونها الفانتاستيك والفانتازية وما الفانتازية أو الفانتازية الفنية أو الشعرية هذه الخيالية. ونجد مثلا المعرفية، ونجد مثلا الأنا، ونجد يعني هالكلمات هذه اصطلاحات تطلق. لو يطلع واحد من يعني أدبائنا اللي ماتوا قبل 20-30 سنة يعني كأنه يقرأ لغة غريبة عنه، لأن النقد تغير تماما. وطبعا أدوار الخراط وجماعته هم، واللي معه بركسام رمضان هذه أيضا ناقدة، فأخذوا يجيبوا لنا هذا. مثلا لو قلنا شيء واحد، إذا سمعتيني، مثلا لو قلنا هني كلمة الأيديولوجيا. الأيديولوجيا هذه ما نقدر نحطها باللغة العربية، لازم نحطها بلغتها الأصلية. ليش؟ لأن يقول منير البعلبكي في قاموسه هذا المورد، شوف شلون كلمة واحدة زين، شلون نترجمها؟ هي وضع النظريات بطريقة حالمة أو غير عملية. ثانياً، مجموعة نظامية من المفاهيم في موضوع الحياة أو الثقافة البشرية. ثالثا، طريقة التفكير لفرد أو جماعة أو ثقافة. رابعا، النظريات أو الأهداف المتكاملة التي تشكل هيكل أو كذا مذهب سياسي أو اجتماعي. هل الترجمة الطويلة العريضة كلها تحملها كلمة واحدة اللي هي الأيديولوجيا؟ فلذلك النقد أيضا، لذلك احيانا انا والله شخصيا استعملت بعض الكلمات، ولكن مرهق، النقد اصبح مرهق. نعم، مو ذاك النقد السلس اللي كنت تقرينه. نعم، تحلل النص وتكتب يعني تبصر القارئ بمواطن القوه يعني تفند النص كما تعودنا ان نقرا. نشكر الله في وطننا العربي الان عدد كبير من وسائل الاعلام والثقافه، فلدينا الصحف ولدينا الإذاعة ولدينا التلفاز أو التلفزيون، ولدينا وسائل عديدة نستطيع أن نصل بها إلى الجمهور. إذا تضافرت هذه الجهود جميعا أتوقع بأنه ممكن نصل لمرحلة الوعي بفترة ليست بالبعيدة كما أرجو. بقي نقطة، أنت تحدثت عن الترجمة وإلى أي حد نستفيد منها في تطوير التربية العربية. يعني لا أكتمك أنني وغيري من العاملين في هذا الميدان نعتمد اعتمادا كبيرا على الترجمة، لأننا نريد أن نلحق بالركب، ولأجل اللحاق بالركب يجب أن نعرف إلى أين وصل، وهذا معناه يجب أن نقوم بالترجمة. ولكن لا ننقل دائما ما نترجمه، أحيانا نطرحه أمام الجمهور. فأنا مثلا لي عدد من الكتب مترجمة، لي كتاب في التربية المقارنة، كتاب إدموند كينج المشهور، مدارس الآخرين ومدارسنا، وبنفس الوقت لي كتب مؤلفة. إذا أنا أترجم من جهة، ولكن أعمل مثل ما كان يعمل أسلافنا أجدادنا العرب في بداية تكوين التربية العربية الإسلامية، حين ترجموا وعلقوا وكتبوا ثم ألفوا. ونحن أيضا نترجم، نعلق ثم نؤلف. الدكتورة ملك أبيض، أنت لك مجال كبير وباع طويل في مجال الترجمة، نتوقف عند الترجمة ومدى فائدتها إلى الإبداع العربي. طيب،
شكرا لهذه الملاحظة، لأنه بالفعل أنا بدأت الترجمة بصورة باكرة في حياتي، فتقريبا في الخمسينات، بداية الخمسينات حتى، لفت نظري وجود أدب جزائري مكتوب باللغة العربية. وأثار القضية لدي زيارة الشاعر الكبير مالك حداد لمنزلنا في دمشق، وشكواه من أنه يعيش في منفى من اللغة الأجنبية، لا يستطيع الكلام بالعربية. عندما جلس ابني معا على حضنه وابتسم له، لم يستطع أن يقول له شيئا بالعربية وأن يتواصل معه. هذه النقطة دفعتني إلى أن أطلب من مالك حداد ديوانه الشقاء في خطر، وقمت بترجمته وتقديمه إلى قرائنا في البلاد العربية، وقد طبع أكثر من مرة هذا الديوان وهذه الترجمة فيما بعد. ثم بدأت أبحث عن مؤلفات أخرى للكتاب الجزائريين، فتناولت نجمة لكاتب ياسين الروائي الجزائري المشهور، ونجمة من الروايات الصعبة التي لم يجرؤ كثيرون على تناولها بالترجمة، فأصررت على ترجمتها. والحقيقة أنا أستعين أيضا بزوجي شاعر سليمان العيسى، أنا أرتاح لأسلوبه باللغة العربية، وأرتاح أيضا لدقته في النحو والصرف وغيرها، بحيث أنه يستطيع أن يبين الأخطاء التي قد نقع بها نحن الذين درسنا خصوصا في جامعات أوروبا وغيرها. فترجمته وطلع عليه زوجي وأعطاه أحيانا الصيغة الرشيقة، وهكذا صدرت نجمة وطبعت أيضا أكثر من مرة ولاقيت الإقبال. بعد ذلك اتصلت بكاتب ياسين، أعطوني إخواننا الجزائريين في تلك الفترة أعطوني عنوانه، واتصلت به وأرسل إلي عدد من مسرحياته، منها كتاب الجسة المطوقة التي تشمل على مسرحيات أخرى، وترجمت هذه المسرحيات. وكنت سعيدة جدا حين جاء الإخوان الجزائريون ب 62-63 بعد الثورة، ومثلوا على مسرح في دمشق الترجمة التي أجريتها أنا لمسرحية الجسة المطوقة، وكانوا هم سعداء بها أيضا. أبو محمد، ماذا تقول في التواصل الثقافي، وهل هو متحقق؟ التواصل موجود من زمان، منذ أن بزغ نور الإسلام. نعم. التواصل. شوف اللغة العربية وين تضرب، يعني من سمرقند وكذا ما ادري وين، وهذا الى المغرب، الى الاندلس سابقا. وبعدين يو ادبائنا وشعرائنا، المتنبي عندما كان يقول قصيده الاندلسي يقراها، يو الحجاج وكذا ماخذون معاهم الشعر وهذا يروح الاندلس، وكذلك الاندلسيين يجيبون معاهم شعر الاندلس، التواصل موجود. ولكن احيانا يصاب التواصل بنكسات، مثل ما أصيب العالم العربي في 2/8/1990 بنكبة، نكبة خلت التواصل يهتز يتزعزع، ولكن ما ينتهي، يعني ما يوقف. ولكن فالتواصل موجود بين المغرب العربي والمشرق العربي برغم، والآن الأقمار الصناعية ما خلت صح، ما صح. احنا الآن نتكلم يسمعونا في أمريكا ويسمعونا في في آخر الدنيا. في أوروبا وآخر الدنيا التواصل موجود. مدى الاهتمام بالإبداع الأدبي، ما دمتي قد ذكرتي بأن من خلال معاصرة الأثر الأدبي وقراءته وترجمته والكتابة في التربية، وأيضا معايشتك لشاعر كبير كالأستاذ سليمان العيسى، هل هذا كان له أثر في أن يكون هناك نوع من الإبداع، أو ينطلق شيء من الإبداع من فكر الدكتورة ملك أبيض؟ والله يعني تجربتي الحقيقة امتزج فيها الأدب بالتربية، امتزج فيها الأدب لأنه حياتنا في المنزل حياة تعج أولا بالكتب الأدبية، ثم بالنقاش حول المشكلات الأدبية، بالمطالعات، بالمراجعات، بالاتصالات بالأشخاص
الجو الأدبي نحن نعيشه يوما بيوم وساعة بساعة هذا، ونترجم ذلك أيضا في عملنا. ذكرت لك في البداية أنه عملت في ميدان الترجمة، كتبت عدد من التعليقات، مثلا مقدمة ديوان زوجي أنا كتبتها لأنه رأيت نوع من المشابهة بين، أو الشبه عفوا، بين تجربة مالك حداد وغربته اللغوية وبين التجربة التي يعيشها أبناء اللواء الذي سلخ عن سوريا وألحق بتركيا، الذين تجري عملية التتريك لهم باستمرار. فكتبت في ذلك، ونحن في بلدان المشرق عانينا من عملية التتريك لأنه العثمانيون في نهاية عهدهم قاموا بعملية تتريك في منطقتنا، ووالدي مثلا تعلم باللغة التركية. إذن هالمشكلة هي كنا نحس بها وكنا نعاني منها، لأنه الفرنسيين أنفسهم حاولوا القيام بعملية فرنسة، ولكن انتدابهم في سوريا ولبنان كان قصيرا ولم تكن آثاره شبيهة بتلك الآثار السابقة. إذن الأدب نعيشه، لكن بنفس الوقت يشعر الإنسان بأنه يستطيع أن ينتج. ففي أي ميدان يستطيع أن ينتج؟ أنا مثلا لم أستطع كتابة الشعر، لم أستطع كتابة القصة، فرأيت بأن البحوث والدراسات هي ميداني المفضل للتأليف، وهكذا جمعت بين التربية وبين الأدب. أنا الآن أترجم أدب الأطفال، والسبب في ذلك أولا سبب مبدئي، فالحكومات تحس بأهمية التربية في السنوات الأولى من العمر. يعني جميع الدراسة الآن تبين، دراسات بأنه في 150% من ذكاء الطفل يتكون في السنة الأولى، عفوا في 120% في السنة الأولى، في 150% في السنوات الأربعة، في 180% في السنوات عندما يصل إلى 13. فمعنى ذلك بأنه إذا قصرنا هذه السنوات يعني ذلك أننا نهدر كثير من الطاقات. إذن من ناحية مبدئية نحن نتوجه إلى الأطفال، لأن نرى أن هذه السن هي السن التي ينمو فيها الطفل، تنمو فيها قدراته، ومن الضروري أن نعطيها كل جهودنا. ومن ناحية تانية كل الذين يعملون في الإعلام وفي الثقافة يعرفون بأن هذه البضاعة رائجة، ندخل إلى معرض الكتاب فنرى ما يخصص لكتب الأطفال الكثير وليس طيب قليل. وهل كل ما كتب للأطفال أو ما يكتب للأطفال هو على مستوى جيد من حيث فكرة التربية الصحيحة، وأنت متخصصة في التربية؟ هذه قضية أخرى الآن. هذه قضية أخرى. الحقيقة هناك الكثير، ولكن ليس كله جيدا. هناك المهم أن نكون على درجة من الوعي تساعدنا على أن نختار، فنترك الغث ونأخذ السمين. عزيزي المشاهد، بعد أن التقينا مع العديد من المبدعين عبر حلقات هذا البرنامج والتي استعرضنا من خلالها قضية التواصل الثقافي وكذلك الحركة النقدية، وأيضا ركزنا على إنتاج المبدعين منهم، نحييكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من فكر وإبداع.